الاستاذ محمد ابو الليل الناقد الرياضي بروز اليوسف ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا ابو حميد ازيك؟ ازيك يا امير، برحب بيك وسعيد بوجودي معاك ودايما متالق ودايما شيكي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. تسلم. من بعد ما عندكم اخبارك كله تمام؟ كله تمام، منورنا. بنورك. خليني بس اعيد على حضراتكم قرارات النادي الاهلي اليوم او بيان النادي الاهلي بخصوص عدم التقدم بشكوى لمباراه الهلال الاتحاد الافريقي لكره القدم، وده بسبب ثلاث امور مهمه جدا. اولا تقديرا واحتراما للعلاقات التاريخيه التي تربط بين مصر والسودان. السبب الثاني تثمينا للجهود الكبيره اللي بذلها طبعا كل من الشرطه والجيش السوداني، وده امر كان واضح جدا في الحقيقه. ثالثا الحرص الكامل من النادي الاهلي على الا يلحق بنادي الهلال السوداني شقيق الضرر البالغ بعد التقدم بشكوى، يعني وده امر مهم جدا وابعاد عديده دايما بيبص لها مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب. بتعقيبك. تعقيبي هو ده النادي الاهلي. هو الاهلي اصلا يعني نادي وطني قبل ما هو يبقى نادي رياضي. كويس. والاهلي شايف ان العلاقات بين مصر والسودان اسمى من ماتش كوره، يعني كويس. اسمى ان هي تبقى ماتش كوره هو يوتر العلاقات. فانا انا مع طبعا قرار النادي الاهلي، قرار موفق وهو ده اللي احنا متعودين منه على النادي الاهلي. طيب ده امر كان مهم بخصوص البيان، لكن عايزين نتكلم عن المباراه شويه فنيا، مباراه الاهلي والهلال، وهي كانت مباراه صعبه جدا وحاسمه في مشوار الاهلي الافريقي، فكان ليها استعدادات خاصه وترقب كبير من كل الجماهير، رايك فيها ايه؟ ماتش الهلال انا بعتبره نقطه تحول لمشوار فايلر الافريقي مع الاهلي. نقطه تحول؟ نقطه تحول طبعا. الاهلي استعاد شخصيته الافريقيه في ماتش الهلال. هقول لك ليه. فايلر قدر يتدارك كل الاخطاء اللي وقع فيها خلال ماتشات افريقيا كلها في ماتش الهلال. بمعنى لو رجعت ماتش النجم الساحلي هنا، فايلر بدا الماتش بحسين الشحات صانع لعب. تمام. الفتره اللي لعب فيها حسين الشحات صانع لعب ده الاهلي ما كانش موجود. تمام. رجع حسين الشحات في نفس الماتش، رجع حسين الشحات على الناحيه اليمين. الاهلي راح بكوره واثنين وثلاثه وجاب جون. فتولدت قناعات عند فايلر ان لا، حسين الشحات هو مكانه ناحيه اليمين. وخلاص يعني اتعلم الدرس من حته لا، حسين الشحات خلاص هو ده مركزه. ارجع لمجدي قفشه. مجدي قفشه كان بيلعب فتره من الفترات صانع ديفندر جنب عمرو السوليه. لو تلاحظ ماتش النجم الساحلي هناك كان مجدي قفشه لعب ديفندر. ابتدى برده يتولد قناعات عند فايلر لا، مجدي قفشه لازم يبقى في مركز ايه؟ صانع اللعب. وفعلا لما اداله في مركز صانع اللعب في ماتش الهلال مجدي قفشه فرق. هو نقطه تحول في اداء الاهلي طول الماتش. تعالى لاعب ثاني ياسر ابراهيم. كويس. ياسر ابراهيم كان ما بين وما بين لا، ما بين ماتش موجود وماتش لا. فوجئنا بياسر ابراهيم موجود في ماتش طنطا، موجود في ماتش المقاولين، موجود في ماتش النجم، موجود في ماتش الهلال. اربع ماتشات ورا بعض وياسر ابراهيم هو نجم الماتش بتاع الهلال. يعني ياسر ابراهيم قدم ماتش، عمل مباراه كبيره قوي بصراحه. لا ماتش عالمي. ياسر ابراهيم شهاده ميلاده مع النادي الاهلي كانت في ماتش الهلال. تعالى لايمن اشرف برضه فايلر ابتدى يتولد له قناعات ان لا، اللعب في افريقيا مختلف. وفي ماتشات معينه يعني ماتش الهلال ده ماتش يعني حاسم. فما يخاطرش يعني كنا هو ما خاطرش بعلي معلول وثبت ايمن اشرف. ده دي برضه تحسب له. الناس اتخضت شويه. اتخضت ازاي علي معلول؟ ازاي علي معلول بره؟ لا كون ان هو لا ملوش علاقه بالناس بقى، خلاص ابتدى يتعامل مع فلسفه الاهلي في افريقيا. ماشي، راح مثبت لك ايمن اشرف اللي هو خلص على اطهر الطاهر اللي هو اخطر لاعب. اخطر لاعب في صفوف فرقه الهلال ما كانش موجود. فيحسب له. حاجه ثانيه بقى، في لاعب مظلوم جدا يعني اعلاميا في الاهلي. السوليه. طبعا الله ينور عليك. السوليه لعيب جامد جدا جدا يا جماعه. اللاعب ده انا بستغرب ازاي هو مش واخد حقه لحد دلوقتي اعلاميا. انا مش عارف يعني الاعلام فين من عمرو السوليه. عمرو السوليه لو بصيت اتطور مع اداؤه مع فايلر تطور غريب. عمرو السوليه بقى تقريبا بصمته موجوده في معظم اهداف النادي الاهلي. فعلا. اقول لك حاجه، لو رجعت ماتش المقاولين مين اللي عامل الجونين؟ السوليه. في حاجه بقى محدش واخد باله منها برده غريب. يعني ماتش الهلال ده مين اللي عامل الكره لحسين الشحات؟ هو السوليه. ارجع معظم ماتشات الاهلي في الدوري ومعظم ماتشات الاهلي في افريقيا، السوليه بيلعب دور مهم جدا. انا بعتبر السوليه على فكره اهم لاعب في الدوري المصري الفتره دي. فعلا فعلا. بس فعلا. للاسف ما اعرفش في يعني في علامه استفهام. هو احنا اتكلمنا فيها قبل كده يعني، وقلنا ان البعض يعني بياخد انطباعات اوليه وما بتتغيرش للاسف، حتى لو اللاعب طور من نفسه او اللاعب بقى كويس. لكن في الحقيقه السوليه فعلا الفتره دي وبقى له فتره طويله كمان مش فتره قصيره، لعيب ممتاز وبيفرق جدا مع النادي الاهلي، وكمان صحيح. بيروح المنتخب مع كابتن حسام بدري، لعيب غايه في الاهميه في كل لا ودوره اتطور جدا مع فايلر. خلي بالك قبل فايلر ما كانش دوره، كان دوره دفاعي اكتر. لا الوقت السوليه بقى صانع لعب وصانع لعب وديفندر في نفس الوقت. وبيشوط على الجون وبيزيد مع كل كوره. لا السوليه بيلعب وبيدافع كويس. لا السوليه بصراحه يعني يحسب لفايلر. فايلر راجل بصراحه عقليه، هو فعلا بيدرس اللعيب صح وبيعرف يطور من ادائه صح. في حاجه مهمه تانية في ماتش الهلال.
قصه ان في ناس طلعت قالت لك ازاي الاهلي ما يقدرش يحافظ على الجون وازاي يدخل فيه جون. يا جماعه انتوا اذا كان الماتش 1-0 للاهلي ولسه فاضل تلت ساعه والهلال قدامه ان هو يعوض ويفوز والجماهير نزلت الملعب بالظبط، ما بالك بقى يعني انا برضو ما بالك بقى يعني لو الماتش خلص ماشي والهلال خرج اصلا من يعني خرج من البطوله خلاص ما بقاش ليه فرص، ايه اللي هيحصل؟ بس خلينا نفسك مكان اللعيبه، بس خليني اتكلم معاك برضو بصراحه. ما هو كده كده ماتش خلص تعادل والهلال خرج بره البطوله، كان ممكن اللي هيحصل لو الاهلي كسب هو اللي هيحصل بعد ما تعادل. لا انا بقول لك برضو لا يعني قصه ان اللعيبه كانوا في اجواء صعبه جدا بيفكر الاجواء اثرت عليهم فبالتالي استقبلوا هدف. طبعا ده طبيعي أجواء، ده اجواء صعبه جدا. انت تحط نفسك مكان اللعيب، انا النهارده انا لسه في فرصه للهلال في الماتش والجماهير نزلت الملعب، طب ما انتوا لسه عندكم فرصه، ما بالك بقى لو الماتش خلص وما عندهمش فرصه اصلا، ايه اللي هيحصل؟ انت حط نفسك بقى كل واحد قاعد يقعد يتخيل كده ايه اللي ممكن يحصل. كتر خير اللعيبه والله، يعني انا مش عارف الناس، كتر خير اللعيبه. في حاجه مهمه جدا برضو، كابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب في الماتش ده ادانا درس برضه في فن اداره الازمات. بمعنى ان هو الراجل اصر ان هو يروح يبقى رئيس بعثه نادي الاهلي بالظبط في ماتش صعب جدا وماتش ظروف وظروف، انت عارف بقى ظروفه مدرمان قبل كده يعني في ظروف صعبه جدا، لا اصر ان هو يروح، اصر ان هو بقى متواجد مع اللعيبه في اتوبيس اللعيبه، يعني فضل واقف في اتوبيس اللعيبه لحد ما اخر لعيب دخل، ما اتحركش من الملعب لحد ما كل اللعيبه استنى، ده مش لعيبه بس، ده الجمهور والجمهور كمان الجمهور الاهلاوي اللي هناك، الجمهور الاهلاوي اللي مستني يطمن عليهم كلهم لغايه ما يتحركش الفريق، ما يتحركش غير لما الجمهور ده يخرج في امان يعني بالظبط. فهي المنظومه الاهلي فعلا. واقول لكم على حاجه بقى، انتظر الاهلي في دور الثمانيه في افريقيا اداء مختلف في افريقيا تمام. الاهلي اتعلم الدرس جامد جدا، الاهلي اكتسب الشخصيه الافريقيه اللي هو كان مفتقدها، وده يعني افايرا برده معذور، الراجل لسه في بداية بيستكشف. بس كون ان هو يوصل للاداء ده او في ظروف صعبه زي كده، لا انتظر الاهلي، انتظر الاهلي في افريقيا، وخصوصا الحسابات في الادوار اللي جت مختلفه بقى خلاص جدا. يعني حسابات مختلفه عن ما جميع انت ممكن تعوض خسرت مباراه تعوض كمان من ده، لكن خروج المغلوب ده على طول بيبقى ليه حسابات مختلفه، وان شاء الله الجهاز الفني يقدر يتعامل معاه. لكن عايز اكمل بالتحديد على الجزئيات اللي انت اتكلمت فيها، سواء موضوع حسين الشحات وتغيير مركزه وقفشه وعودته المركز الاصلي بتاعه، اتكلمت على ياسر ابراهيم وايمن اشرف، ده يدل برضو على المرونه التكتيكيه عند مستر فايلر ومرونه في كيفيه التعامل مع اللاعبين، مش ان انا بصمم على حاجه وافضل مصمم عليها حتى لو هي هتخسرني، فده امر ايجابي عند مدرب في الحقيقه. ايجابي جدا، وفايلر كمان عنده ميزه جامده جدا. الراجل عنده صدق يعني، عنده مرونه جامده جدا في قصه الروتيشن. تقريبا معظم اللعيبه لعبت مع فايلر صح، يعني ادى كل يعني في فتره من الفترات، انا مش عايز اقول فتره بتاعت كابتن حسام البدري تقريبا ما كانش فيه غير هم 11 12 لاعب ما بينش يعني تقريبا، لو اتصاب يبقى يعني كان بيبقى زعلان ان هو ينزل لعيب. فلا فايلر عنده والله بجد يعني في فتره من الفترات اللعيبه استهلكت في حسام البدري مع كابتن حسام البدري. في فتره من الفترات الدوري كان خلصان مع كابتن حسام البدري قبلها ب 10 يعني مش عارف ماتشات او 7 ماتشات، وكان بيشرك برضه اللعيبه الاساسيه. فعلا يعني فايلر، لا فايلر عنده مرونه جامده جدا، وده خلي بالك يعني ده يعود بالاجابه على اللعيبه. اللعيبه هتلاقيها كل واحد خلاص بقى عنده فرصه، يعني كل واحد خلاص مش بره الحسابات. فدي تحسب له يعني تحسب لفايلر جامد جدا طبعا. طيب بالتالي خلاص الاهلي تاهل لدور الثمانيه، القرعه بعد بكره الاهلي في الترتيب الثاني في مجموعته، فبالتالي هيقابل يا اما الترجي، سان داونز، او مازيمبي. رايك ايه في الجزئيه دي، ورايك ايه في كلام البعض بخصوص التخوف ومواجهه النادي الاهلي مع احدى هذه الفرق يعني؟ بالمناسبه بس بمناسبه القصه دي، الاهلي في 2001 صعد ثاني مجموعه وخد البطوله، وخد البطوله، كان خالد بيبو ووليد صلاح الدين سيد عبد الحفيظ وكمان 2006 اعتقد 2006 بركات ابو تريكه فلافيو يعني وصعدوا تاني وخدوا الايه البطوله اكتر مره طلعنا تاني. اقصد اقول لك ايه بقى في الجزئيه دي، يعني انتوا كنتوا واقفين ان الاهلي صعد تاني ليه؟ يعني الاهلي باجياله اللي هي كانت اجيال ذهبيه ليه صعد تاني وخد البطوله، ما كانش كارثه ان الاهلي صعد تاني. تاني حاجه بقى بالنسبه لسان داونز ومازيمبي والترجي، لو جيت بصيت لتاريخ المواجهه اصلا ما بين الاهلي والفرقه دي، تعالى الترجي مثلا، الترجي قابل الاهلي 20 مره، الاهلي فاز في 8، تعادل معاه في 8، الترجي فاز في 4 لصالح الاهلي قلبا وقالبا. تعالى نروح مثلا لمازيمبي، مازيمبي قابل الاهلي 4 مرات، الاهلي فاز عليه مرتين، تعادلوا ماتش، مازيمبي فاز ماتش واحد. تعالى نروح لسان داونز، سان داونز لعب الاهلي 6 ماتشات، الاهلي فاز 3 اتعادلوا 2، سان داونز فاز ماتش واحد. فانت اصبح تاريخك كله في صالح الاهلي. انا اقول لك على حاجه بقى، اكاد اجزم بحاجه ان اكيد هي دي بقى اللي محدش بقى يعني سيبك بقى من الكلام اللي بيتقال، الاهلي شخصيته في افريقيا بترعب اي حد.
طبعا. وبتلعب اي فرقه. فاي حد بقى يقول لك لا مش عارف ايه، لا والاهلي خلق. والاهلي طالما عايز ياخد البطوله مش هيقابل صن داونز، قابل الترجي، قابل اي حد خلاص. يعني ما انت ممكن اللي هتقابله في النهايه ده هتقابله في دور ال مثلا، مش هتفرق معاك انت اللي هيجي خلاص. فهو الاهلي مش هيقف عند عند فرقه معينه. بالعكس ده كمان يعني في بعض الجماهير، عدد كبير جدا من الجماهير بيتمنوا ان الاهلي يقابل صن داونز. وشفنا تصريحات من بعض اللاعبين قبل كده على ما اتذكر، يعني ان هم نفسهم، يعني مثلا شناوي في مره شفت له لقاء تلفزيوني قال لك انا نفسي اقابل صن داونز. انا بقول لك فدي حاجه ايجابيه جدا يعني. ايجابيه، اللي هو الاهلي فلسفه البطل يا جماعه. هو الاهلي مش هيقف على فرقه ولا هيقف على احد. والاهلي في افريقيا غير، خلي بالك. والاهلي كل ما اموره بتتازم اكتر في افريقيا كل ما بيبقى الدافع اكتر. يعني ماتش الهلال ده مثلا، ماتش الهلال انت رايح يعني ماتش مصيري طبعا. شفت الاهلي عامل ازاي؟ الاهلي ضغط الهلال في قلب ملعبه. الشوط الاول ما كانش فيه ولا هجمه للهلال، ما فيش ولا هجمه للهلال، والاهلي كان هيكسب 2-3. فانت الاهلي في افريقيا ما تخافش عليه. قابل صن داونز، قابل مازيمبي، قابل الترجي. بالعكس انا بكرر برضو كلامي، انا اجزم يعني ان الفرقه دي كده كلها خايفه تقابل الاهلي. ده امر اكيد، لان في الاخر اسم النادي الاهلي اسم كبير جدا، وهو اكتر فريق خد بطوله دوري ابطال افريقيا، فلازم بتعمل له طبعا الف حساب، يعني ده امر طبيعي جدا. طيب ده فيما يتعلق بالملف الافريقي. قبل ما يقفل الملف الافريقي، تتوقع الاهلي هيقابل مين في النهايه؟ كتوقع الارى طبعا بعد بكره الساعه 7 بالليل، لكن تتوقع في النهايه ولا في لا في الدور ربع النهائي؟ ربع النهائي اتوقع الترجي. احساسي راح للترجي كده، مش عارف مش عارف الترجي. انا اتمنى الترجي برضه بصراحه. مش عشان الترجي فريق قليل، لا عشان يعني الاهلي بيقدر يتعامل في هذه المباراه وكل المباريات بشكل عام. لكن طيب خلينا نتكلم بخصوص الدوري المحلي، وخلاص الملف الافريقي اغلق مؤقتا، وداخلين على مباراه بيراميدز. مباراه مهمه جدا وليها اعتبارات عديده. بتشوف المباراه دي ازاي واستعدادات النادي الاهلي ليها ومدى اهميتها بالنسبه للنادي الاهلي تحديدا؟ مباراه بيراميدز فيها احصائيه لطيفه كده بتلخص المباراه دي رايحه لفين او سكتها رايحه لفين. بيراميدز لعب 15 ماتش في الدوري دخل فيه 17 جون. الاهلي لعب 12 ماتش في الدوري دخل فيه جونين. بالظبط. فانت بتتكلم يا جماعه الحسابات اتغيرت خالص مع الاهلي. الاهلي بقى عنده قوه ضربه في الفرقه، عنده كل العناصر اللي تتخيلها، عنده وفره في المراكز في كل مكان. فلسفه اللعب اتغيرت عن زمان. خلي بالك بيراميدز اقوى خط هجوم بعد الاهلي 24 جون. ايوه بعد الاهلي. بعد الاهلي. الاهلي 35. الاهلي بيراميدز لعب كام ماتش؟ لعب 15. الاهلي لعب 12 بالظبط. صح. فهو بيراميدز لعب ماتشات اكتر من الاهلي. لا انا قصدي ان هم قدراتهم الهجوميه جيده ايضا. ماشي. ما انت انت قدراتك الدفاعيه جيده. انت ما دخلش مرمى غير هدفين. غير ان انت عندك محمد الشناوي ما شاء الله، حدث ولا حرج يعني، وحش افريقيا حاليا يعني. انا بشوف ان المعطيات بتاعه الماتش بتاعه ماتشات بيراميدز قبل كده اتغيرت عن المعطيات بتاعه دلوقتي. لا الاهلي بقى بمعنى ايه يعني؟ بمعنى الاهلي بقى عنده يعني الاهلي تملي مواجهات الاهلي مع بيراميدز كان بيبقى فيه الاهلي عنده مشاكل، او الاهلي عنده لعيبه مش موجوده، او الاهلي عنده قصور، لسه اللعيبه جايب صفقات ما لسه ما انسجمتش مع بعض. لكن الاهلي دلوقتي عنده يعني انا الله يكون في عون فايلر في الخط اللي قدام. وفره كبيره يعني انا زعلان ان كهربا ما بيبداش اساسي مثلا. انا بشوف ان كهربا لا يعني بشوف بس هيبدا على حساب مين. وبشوف ان يعني بادجي ده على فكره لاعب مهم جدا. ولاعب هيدي الاهلي جامد جدا. نقدر نقيمه من خلال الدقائق اللي لعبها في الماتشين اللي فاتوا؟ مش تقدر تقيمه طبعا تقييم كان، بس باين لعيب هجام. لعيب عارف يعني بص بيلعب وبيضغط وقوه جسمانيه ما شاء الله. فشكله ان هو خامه كويسه ويجي منه. فالاهلي عنده خيارات كتير جدا، حتى لو رمضان صبحي ما اشتركش هو عنده خيارات كتير جدا. في المقابل عندك بيراميدز مش زي الاول برضه. يعني بيراميدز بشوفه ان هو يعني فرقه مش زي الفرقه اللي كانت من سنه يعني الموسم اللي فات. خاصه ان عدم وجود كينو، يعني كينو ده كان قوه ضربه طبعا. بشوف ان هو كان قوه ضربه طبعا. في بيراميدز في فريق بيراميدز. وشايف ان كينو ده من ساعه ما مشي من بيراميدز فقد كتير جدا من مستواه من قوته. بشوف ان الاهلي فرصه اكبر، فرصه اقوى. الاهلي هو الاقرب للفوز في الماتش ده. واعتقد ان وكمان غياب عبد الله السعيد برضه هيبقى ليه دور برضه في الماتش ده، عشان بس الانذار الثالث. الانذار الثالث ده برضه رغم ان بيراميدز برضه عنده عناصر كتير جيده بالزبط. بس الاهلي بقى تقيل. الاهلي السنه دي تقيل قوي يا جماعه على اي فرقه وعلى اي فرقه. الاهلي لاول مره من فتره كبيره الاهلي يعني من موسمين كده كان 2 1-0 2-1. الاهلي السنه دي خمسات واربعات ما شاء الله. حتى فلسفه الفريق الاهلي اتغيرت في اللعب، وفي بقى عنده يعني بقى عنده
بيبقى عايز يجيب اهداف الهدف والثاني والثالث يعني عنده رغبه في احراز الاهداف بطريقه طب غريبة. ليه البعض بيحاول يقلل من القايمه اللي موجوده في فريق النادي الاهلي دلوقتي؟ يعني رغم كل هذه النتائج المميزه وبرضه عايز اعيد واكرر سواء محليا او افريقيا، الاهلي ماشي افريقيا يا جماعه كويس برضه، هي المنافسه كانت قويه بس في دور المجموعات، لكن الاهلي قدر ان هو يصعد في النهائي. لا الناس دي بقى لا يعني ده حد بقى مش بيفكر في فكر ثاني. الاهلي السنه دي انا شايف الاهلي السنه دي خاصه بعد ماتش الهلال ده افريقيا هتشوف اهلي تاني في افريقيا. الاهلي في الدوري ما حدش يقدر يشكك في قدرات الاهلي في الدوري. الاهلي في الدوري يا جماعه بيعمل ماتشات، يعني الاهلي ما يعني من المواسم اللي هي بتاعت ابو تريكه وبركات، يعني هي المواسم اللي كانت الاهلي بيفوز فيها اربعات وخمسات دي رجع التاني، خلي بالك في الفتره دي احنا ما كنا، انا في فتره من الفترات كنت اما الاهلي بيكسب اتنين ده وكده جاب سكور يعني الموسمين اللي فاتوا، تمام ازاي؟ لا دلوقتي الاهلي بقى فريق عنده القوام الاساسي ان هو يفوز باي بطوله. والتراجع اللي ممكن يكون بيحصل في بعض المباريات ده بيبقى امر طبيعي، يعني مفيش طبيعي يا جماعه، ما كل اي فريق في العالم بيحصل له نسبه تراجع. واحنا يا جماعه بنتكلم بمنطقيه برضه، يعني الموضوع منطقيا الاهلي ماشي بشكل ممتاز، ارقامه كلها بتقول كده، نتائجه الاداء في بعض المباريات بيبقى ممتاز في الحقيقه، فنتمنى الاهم بصراحه الاستمراريه. ليه بقى بالتحديد افريقيا؟ الجمهور مش هيفرق معاه كل الارقام دي في النهايه، مش هيفرق معاه النتائج برضه في افريقيا، هو هيفرق معاه انه يشوف البطوله في ايد اللعيبه بس. وخلي بالك عايز اقول حاجه بالنسبه للبطوله، الاهلي معظم بطولاته مر فيها بظروف صعبه، يعني ما فيش بطوله جت معاه كده يعني طبعا. يعني في بطوله اللي هي 2013 تقريبا الاهلي كان متعادل هنا مع الترجي. لا 2013 احنا كنا بنلعب اورلاندو بيراتس جنوب افريقيا، 2012 كنا متعادلين مع الترجي 1-1 وكسبنا هناك 2-1. في 2006 انت برضو كنت هنا 1-1 مع صفاقس بهدف ابو تريكا. فاصل اقول لك معظم بطولات الاهلي بطوله من رحم الازمات. صح، يعني معظم بطولات الاهلي بطولات من رحم ان انت لا مضغوط وفي مش لا، والاهلي في الاخر شخصيه البطل برضو بتظهر بيفوز. ما هو ده اللي فارق يا جماعه، ما هو ده اللي بيفرق من الاهلي وباي فريق تاني. طيب في عدد مباريات بالنسبه للنادي الاهلي في شهر واحد، يعني في الشهر الحالي حتى الان 6 مباريات بخلاف مباراه الهلال، يعني المفروض كل التوتال كان 7، لكن بعد مباراه الهلال الحمد لله انت تاهلت، لكن عندك 6 مباريات متبقيه في هذا الشهر كلها مصريه وحاسمه. هتبتدي بيراميدز، تخش على الجيش المصري، مباراه قويه جدا. صحيح. الجيش والمصري هيبقوا مرتين جامدين قوي. ليه؟ لان الجيش بيمر بازمه والمصري كذلك خلال الفترة الحالية، وكلهم كله عايز على الأقل ياخد نقطة بالظبط. وبعد كده هتخش على الزمالك ماتشين لحد دلوقتي، هو ماتش أكيد بس الماتش اللي هو 24 فبراير ده اتجاه كبير جدا ان هو يتأجل. يعني وبعد كده مباراة ربع النهائي، مباراة الذهاب، بتشوف ازاي يتم التعامل مع الفترة دي كلها كمرحلة حاسمة في مشوار الأهلي الأفريقي والمحلي؟ أكيد طبعا فايلر هيلعب على الماتشات دي، ان هو يعني هتبقى الفوز هو اهم حاجه بالنسبه له في الجزئيه دي، بغض النظر بقى يعني مش هيبص بقى ان انا لا عايز العب مش عارف مين اساسي عايز العب، لا هو هيبص للماتشات دي ان هي لازم هتبقى ماتشات حاسمه بالنسبه له، ان هي هتبقى ماتشات مهمه اصلا في مشوار الاهلي على الدوري عامه، في بطوله الدوري هتبقى مشوار يعني هتبقى مهمه جدا. اعتقد ان فايلر عنده الاوراق وعنده الامكانيات ان هو يقدر، ان هو مش هيتعثر في يعني في قصه ان اللاعب يغيب او لاعب ما يغيبش. عنده الاوراق الكتير قوي اللي تاهله ان هو يكسب الماتشات دي. ان هو يعني انا انت عندك ورقه مهمه قوي كمان هترجع لك الفتره الجايه باذن الله، رمضان صبحي. رمضان صبحي مع ان انا بشفق على فايلر، خلي بالك ان رمضان صبحي والله يعني فعلا الاهلي عنده خط امامي مش موجود في الدوري المصري. يعني بمناسبه كهربا، انا بشوف الناس اللي هي لا انا بشوف ان كهربا لازم ياخد فرصه اساسيه مع الاهلي. كهربا بيعرف يخلق الفرصه من اقل حاجه. كهربا لعيب سريع، كهربا هداف طبعا بالمناسبة. طبعا مش معنى ان هو ضيع هدف، لا ده كان مش يعني كره عاديه طبيعي كرة طبيعي يا جماعه في ايه يا جماعه؟ ايوه بالظبط، هي كره مش عاديه كفرصه، هي فرصه كانت سهله بصراحه، لكن دي كره القدم عادي بتحصل يعني. بتحصل يعني. شايف ان بادجي المفروض برضه يبقى ليه دور الفترة الجاية، مع ان انا بميل برضه ان اجاي هو اللي يبقى في المركز ده، ان اجاي محطة مكان بادجي قدام، يعني قدام اجاي محطة رهيبة، او ممكن يبقى تحت بادجي بس كده هتقعد قفشة انا بقول لك خيارات عديدة، خيارات عديدة جدا، ودي تدي فرصة للاهلي في الفترة بتاعت فبراير دي ان هو ما يتأثرش بأي مباراة، وعنده الاوراق اللي هي المتاحة ان هو يقدر يخلص اي وهي دي ميزة عند المدير الفني ان هو جهز الكل، يعني الفترة اللي فاتت كان الشيخ بيلعب
ايوه حسين شحات لما انا في فتره من الفترات ما كنتش عارف احط ايدي على تشكيل الاهلي في الناحيه اللي قدام دي بالذات. كنت بلاقي اللعيبه كلها بتلعب وده دي ناحيه ايجابيه ومش اي مدرب يقدر يتعامل مع يعني في مدربين متجمده هو دول هم دول هم التانيين بقى هم حظهم هم رزقهم لكن فايلر عبقري عبقري في القصه دي في قصه الروتيشن افضل من افضل المدربين اللي شفتهم في قصه الروتيشن في الدوري المصري اللي هم جم في تاريخ الدوري المصري في قصه الروتيشن. تخيل كمان فريق النادي الاهلي ده بتواجد حمدي فتحي ومحمد محمود مثلا ده قصه ثانيه. لا انت عندك اليو ديانج ما شاء الله دبابه في نص الملعب دبابه في نص الملعب. عندك محمود متولي ما شاء الله عليك. محمود متولي فرض نفسه يعني انا اكتشفت انا بالنسبه لي اكتشاف في نص الملعب محمود متولي يعني سواء مع الاسماعيلي لعب بعض الفترات في نص الملعب يعني كان كويس بس ما كنتش متوقع ان هو بالصوره دي في نص الملعب. فالاهلي بيوجد في الدفاع في نص الملعب حاجه مميزه بصراحه. فايلر قدر يوجد كمان اماكن جديده احنا مش واخدين بالنا منها. يعني قصه محمود متولي ده كان راجل جاي انا خلاص هو فعلا هو الراجل ده مساك فجاه لقيته بيلعب وبيأدي وبيعمل ثرو باص تحفه يعني بيعمل ثرو باص انت والجول. ففايلر يحسب له قصه الروتيشن اللي عاملها في الاهلي. خلي بالك انت كمان ما بيلعبش كده احمد فتحي قيمه كبيره ناسي احمد فتحي مثلا احمد فتحي صح بره مع ان محمد هاني خلي بالك ممتاز وبرده مش واخد حقه بالمناسبه. يعني محمد هاني من اللعيبه اللي في الاهلي اللي هي مش واخد حقها زي يعني محمد هاني لاعب ماتش الهلال ده ولعب ماتشات افريقيا عمل ماتش كويس جدا. خلي بالك هو هجوم ودفاع يعني ما بالزبط. يعني كان بيغطي صح جدا وغطى في اكتر من كوره وكان بيهاجم وبيزيد بصوره كبيره جدا. لكن تبقى الجزئيه في مركز قفشه لا قدر الله لا قدر الله في حاله غياب قفشه مثلا لاي سبب من اسباب ايقاف او لا قدر الله اصابه ترجح مين اللي يكون موجود في المركز ده؟ والله انا بشوف انسب حد في المركز ده هو وليد سليمان. وليد سليمان طبعا مش عارف وليد كمان ما شاء الله. انا ده الاهلي ما شاء الله عنده يعني ما شاء الله الفرقه عنده سكواد عالمي. وليد سليمان في المركز ده طبعا حدث ولا حرج. يعني مش محتاجين نتكلم اصلا عن وليد سليمان في المركز ده. بص الجندة احمد جندة تحفه بصراحه. السلية وليد ده السلية بقى اللي بقول لك السلية يا جماعه والله بجد انتوا لازم تعملوا له بورتريه عندكم في البرنامج الفتره الجايه. السلية بيعمل كل لاعبي النادي الاهلي أيوة في الفتره دي ماشيين بشكل كويس جدا. برضه هعيد تاني الاهم الاستمراريه على هذا المنوال لان الاهداف لسه ما اتحققتش خالص. هو الاهلي كل ده ما عملش حاجه أكيد طبعا. الاهلي بياخد خطواته بشكل طبيعي وبشكل مميز وهو حاجه مش غريبه على الاهلي وجماهيره. لكن الاهم في النهايه الناتج النهائي ايه بينتظر دايما الجمهور الناتج يبقى الالقاب والبطولات والكلام ده الاهم مع ده الاهم طبعا مع نهايه كل مشوار. واعتقد ان بعد يعني المحصله اللي احنا شايفينها في الاهلي الفتره اللي فاتت دي والشراسه الهجوميه اللي موجوده والسكواد اللي موجود ده اعتقد ان الاهلي السنه دي يعني هيبقى على موعد مع بطولات يعني. يا رب كل سنه الاهلي ما شاء الله بيجيب بطولات لكن الاهم بطوله دوري ابطال افريقيا بصراحه دي اهم الجمهور بالنسبه له البطوله دي مفترق طرق. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي عايز اروح معاك في بعض الجوانب المحليه. النهارده مثلا من اليوم السابع بيتكلموا عن الكابتن حسام البدري يحدد يوم 26 مارس موعدا مبدئيا لمباراه منتخب مصر امام توجو. واحنا عارفين ان منتخب مصر عنده مباراتين مع توجو في الفتره ما بين 23 ل 31 ورا بعض في مصر الاول بعد كده هناك في توجو. مباراتين مهمين جدا خصوصا بعد التعادل مع كينيا وجزر القمر. بتشوف المباراتين دول ازاي وكيف يستعد المنتخب الوطني الاول وكيف يستعد الكابتن حسام البدري تحديدا لهذه المباريات؟ انا بشوف ان الماتشات دي بقى خلاص يعني قصه التعادلات اللي احنا كنا بنعملها في الماتشات الافريقيه احنا دلوقتي جزر القمر هو المتصدر لترتيب المجموعه. مصر في المركز الثاني هي وكينيا فدي وحشه قوي طبعا. بشوف ان حسام البدري لا لازم بقى حبه تركيز ان فجاه ممكن تلاقي نفسك الكوره برده ما بتعترفش غير بالجهد والعرق برده في الملعب فجاه ممكن تلاقي نفسك مصر بره التصفيات. لو يعني لو الموضوع عدى كده فلازم طبعا تركيز كبير جدا من حسام بدري الفتره الجايه تركيز على مستوى الجهاز الفني نفسه. على مستوى الجهاز الفني طبعاً معنى ايه؟ طبعا يعني قصه طبعا كلنا عارفين بس عشان قصه طارق مصطفى وقصه كابتن طارق مصطفى كابتن حسام البدري دي حاجات ما تعلقش بقى بالجهاز الفني لمنتخب مصر. وانا مع اصلا يعني انا مش مع قصه ان حد يجي كمدير فني ويفرض عليه اسماء بالمناسبه. وده اللي اتكلمنا فيه كتير بصراحه الناس كلها اتكلمت فيه بصراحه. اي حد بينجح بيجيب الناس بتوعه في اي مجال على فكره بالمناسبه. موضوع التوازنات ده ما بينجحش نتمنى ان المره دي ينجح بصراحه اهم لكن احنا بنتكلم في الطبيعي المفروض يبقى ايه يعني بالظبط. لكن يعني الاهلي بيعمل الموضوع ده حلو جدا. يجي مدير فني يختار والله عايز يعني في عندنا اوبشن كذا 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 عايز يقول لك لا انا خلاص هات الناس بتوعك انت اللي هتحاسب في الاخر.
صح ولا لا؟ لكن اجيب واحد بقى واحط له اقول له لا انت هتاخد فلان معاك عشان بس يبقى اهلي وزمالك وثواني كده في تليفون بس كده جاي لا وده كمان معاك صح ولا لا؟ ما بيحصل صح صح, صح صح صح. فالكلام ده يعني لو فضل احنا خلي بالك هنعاني مع المنتخب لو فضل لو القصه دي فضلت على كده هنعاني 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 لكن اعتقد ان المنتخب برضو يعني بعوده اللاعبين المنتخب الاولمبي يعني خلاص طبعا هيضم بقى يعني لعيبه المنتخب الاولمبي هيبقوا رمضان ومصطفى محمد بالظبط والمجموعه دي كده كلها مع محمد صلاح طبعا لما يرجع مع القوام الاساسي بقى بتاع المنتخب طبعًا. هتبقى فرصتنا ان شاء الله كويسه في مركز الظهير الايسر في منتخب مصر في ازمه في الحقيقه دلوقتي تشوف مين الاقرب ان هو يكون موجود في المركز ده انا بشوف ايمن اشرف ايمن اشرف وبالمناسبه انا ما انا ضد ان ايمن اشرف يبقى في مركز المساك خلي بالك وفايلر في الاهلي حط ايده على النقطه دي تحديدا خاصه بعد ماتش النجم هناك يعني بشوف برضو ان ايمن اشرف في مركز الظهير الايسر يعني لو بديل علي معلول او عادي على حسب المباراه هو موجود علي معلول موجود ايمن اشرف في مركز الظهير الايسر قدم ماتش قصاد الهلال ممتاز بصراحه ممتاز. دي حقيقه ممتاز ممتاز مع طبعا وجود ياسر ابراهيم ورامي ربيعه في حتى في قلبه مع محمود متولي بره فانا بشوف الناس ايمن اشرف هو افضل خيار البدري في الناحيه دي بالذات ممكن يكون فتوح برضو لاعب سموحه اللي تالق مع المنتخب الاولمبي ممكن بس بحس ان ايمن اشرف خبرات اكتر يعني خبره ايمن اشرف مع الاهلي في البطولات اكتر ولعب طبعا منتخب مع عبد الشافي مثلا من الزمالك عبد الشافي السن له دور خاصه ناحيه الظهير الايسر عنده قدرات ايضا مميزه في الحاجة. عنده قدرات طبعا مميزه بس السن طبعا له دور انت برضو يعني ايمن اشرف لسه برضو لعيب شاب محمود وحيد بالمناسبه لو يعني لو بيلعب مثلا قريب جدا من منتخب مصر لان يعني الفتره اللي فاتت كمان هم ضموهم في المنتخب برغم انه ما كانش بيلعب بشكل اساسي محمود وحيد لاعب ممتاز جدا بس حظه مش حلو في بقى علي معلول موجود يعني علي معلول وايمن اشرف متعلق ايمن اشرف يعني وكان في حسين السيد ومش حسين السيد نتمنى له التوفيق هو خلي بالك الاهلي سكواد بتاع الاهلي اللعيبه هي محظوظه مش محظوظه ان في فايلر بيدي روتيشن مش محظوظه ان في كم لعيب انت هتقعد مين ولا مين فالموضوع بيبقى صعب بس اعتقد ان المنتخب يعني هيبقى فرصه كويسه قصه تصفيات امم افريقيا هيحسمها يعني الموضوع مع ان شاء الله يعني مع الاهم كمان تصفيات كاس العالم تصفيات كاس العالم بقى دي قصه تاني انجولا معاك ليبيا معاك تقريبا الجابون الجابون صح الجابون خلي بالك برضو المجموعه مش سهله مش سهله لا طبعا يعني الجابون عندك اوباميانج عندك ايفونا قبل كده يعني فريق برضو خلي بالك مش سهل ليبيا المنتخبات اللي هي العربيه برضو بيبقى الموضوع صعب بتبقى صعبه جدا انجولا منتخب عنده باع برضو في افريقيا مش منتخب جاي يتفسح في البطوله صح ولا لا فخلي بالك المجموعه دي يعني الناس عماله تقول مجموعه في المتناول وسهله لا طبعا مش لا متناول مش متناول خاصه بعد الاداء اللي قدمه منتخب مصر في تصفيات افريقيا ده يقول لك ان المجموعه دي مش متناول لحد دلوقتي لسه اول ماتش في شهر 10 فممكن الفتره دي يعني المنتخب يبقى افضل من كده باذن الله تعالى أكيد. يعني ده امر هيبقى مهم سوبر كوره مثلا بتتكلم على ايه بتتكلم عن اللجنه الخماسيه ترفض تعيين حكام عرب لمباراه السوبر المصري احنا عارفين ان في ازمه بخصوص الحكم الاجنبي اللي يجي لهذه المباراه بسبب ان في معسكر اعداد للحكام لبطوله اوروبا بالزبط. على مدار الشهر الحالي يعني فمش عارفين يجيبوا حكام بشكل جيد لهذه المباراه حكام يكونوا اجانب لكن في نفس الوقت بيرفضوا الحكام العرب في رايك شايف ايه السبب هل ممكن يكون بعض ليه انتماءات اهلي وزمالك برضه بالظبط كده يعني ممكن دي يبقى ليها دور بس انا بشوف ايه المشكله ان حكم عربي يدير يعني حتى لو يعني انتمائه مش هو يعني ايش عرفك ان هو عنده انتماء يعني برضه حاجه برضه مش مبرر بشوف ان الحكام العرب بالعكس دي فرصه كويسه ان انت تدي الفرصه للحكام العرب ان هم يديروا ماتش خصوصا في تواجد الفار في هذه المباراه بالظبط تواجد الفار اللي احنا لسه بندور عليه في الدوري المصري ايه التطورات في موضوع الفار؟ فار يا مش هيبقى في فار في الدوري مفيش بقول لك انا بس امير انا عايز اقف على عند نقطه يعني كويس انت هو اللجنه الخماسيه دي ما بتتعلمش من اتحاد الكره اللي فات اتحاد الكره اللي فات يعني بتاع مهندس هاني بريده من سنتين من موسمين بالظبط قال لنا الحق والفار هيتطبق يا جماعه كلنا بقى ايه ده الفار هيتطبق لقينا كابتن محمد الحنفي قاعد بتلفزيون 14 بوصه صح ولا لا والله ده حقيقي قاعد بتلفزيون 14 بوصه وجايين بقى يشوفوا في ايه ويدوروا على اللعيبه في التلفزيون يا جماعه انتوا بتهزروا اللي حصل في قصه الفار اصلا ان الاجهزه اصلا مش عدد مش كفايه الحكام اللي اتدربوا على قصه الفار دول حوالي 54 حكم الفيفا لما جت تختبرهم وتشوف الدنيا لا يصلح منهم غير 10 حكام بس هم لحد دلوقتي غير ان انت اصلا عندك مشكله في كاميرات نقل الماتشات انت انا لحد دلوقتي في ماتشات في الدوري بتتفرج عليها
يعني لو يقال ان انت هيتم الاعتماد على مخرج المباراه، ايوه دي كارثه، دي اصلا مشكله لوحدها. مخرج المباراه ساعات بيسيب الكره ويروح الجون ويجيب القمر او يجيب الوقت بقى ضايع مثلا. ايوه الوقت بقى بالظبط يعني. يبقى في عز الهجمه ما هي رايحه يعني بالزبط. خلاص احنا جايين ونلاقي تلاقي الدقيقه وقت ضايع يعني طبعا يعني كان بالظبط مهنيا فانت طب زود عدد كاميراتك في الملاعب الاول، خلينا نتفرج على ماتشات زي ماتشات السوبر اللي انا بشوفها يعني بشوف ماتشات السوبر الاهلي والزمالك بحس ان انا في بتفرج على ماتش شامبيونز ليج او يعني بقعد مستمتع ما بقاش عايز الماتش يخلص بالمناسبه. اه طبعا. لكن تيجي بقى تبص على الدوري المصري فعلا في ماتشات يا جماعه والله ما يعني حرام يعني رغم ان في امكانيات كويسه عند اللعيبه يعني في مصر يعني على فكره يعني عندنا امكانيات فنيه كويسه، البنيه التحتيه معقوله شويه، الملاعب بعضها معقول شويه معقول بالظبط، لكن بينقصنا بعض الجوانب بعض الجوانب. انت طور يعني زود بقى كاميراتك، انقل نقل بقى نقل بروفيشنال زي ما بيقولوا، وبعد كده بقى حط الفار عشان تعتمد تعرف تعتمد على المخرج المباراه. اهم الامور كمان عوده الجمهور في الحقيقه عشان يبقى الدوري مصري. بص لا تحدثني، لا انا بتملي مؤمن بمقوله لا تحدثني عن تطور مستوى الدوري المصري بدون عوده الجمهور بشكل كامل المدرب. مهما قلت بقى ومهما قعدنا نتكلم من هنا لحد بكره الدوري المصري وهنطوره ازاي ومش هنطوره ازاي، مفيش دوري مصري هيتطور بدون عوده الجمهور بشكل كامل المدرجات. ده قولا واحدا بس عشان ما حدش يتكلم في الموضوع ده كتير. طبعا. وخلاص بقى لازم نخرج بقى في قصه الجمهور دي، لازم نخرج من مرحله التوصيات يا جماعه. يعني احنا بقى لنا كام سنه بنتكلم في قصه الجمهور؟ لا كتير. كتير. السنين دي كده كلها السنين دي كده كلها توصيات توصيات توصيات. طب يا جماعه نخرج من مرحله التوصيات دي امتى؟ لا مش تبقى بس. قرارات بقى عايزين نبقى نعدي بقى مرحله التوصيات. وخاصه ان انت عندك ملاعب خلاص مجهزه. يعني عندك الملاعب بقى فيها كاميرات بالظبط، اللعب بقت مجهزه خلاص بقى يعني شفنا بطوله الامم الافريقيه للكبار وللشباب وكلام من ده كانت حاجه مميزه. وبطوله الامم الافريقيه قصه الاي دي والخلاص دخلت الجمهور كله بالدرجات. فانت ليه ما تطبقش ده؟ خلاص اخرج بقى مرحله التوصيات بتاع الدوري المصري عشان نشوف دوري مصري مختلف. خاصه ان انت عايز ترفع وتعظم قيمه الدوري المصري. خصوصا ان الانديه المصريه مقبله على مباريات افريقيه مهمه جدا محتاجه الجمهور بتاعها. محتاجه الجمهور بتاعها وهتفرق خلي بالك بالنسبه يعني لو عدد الجمهور المدرجات دي هتفرق في الناحيه التسويقيه كمان جدا. طبعا بكتير جدا. انت هتتكلم هتروح لحته ثانيه خالص. نتمنى كل التوفيق باذن الله والامور تمشي في الاتجاه الانسب لصالح الكره المصريه. استاذ محمد نورتنا وشرفتنا. ده انت انا اتشرفت بيك والله حبيبي. كنت سعيد جدا بتواجدك معنا في الحقيقه. بشكرك شكرا جزيلا. الاستاذ محمد ابو الليل الناقد الرياضي بروزل يوسف كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. دي كانت حلقتنا، بكره حلقه جديده واخبار جديده عن النادي الاهلي. استنونا ان شاء الله. الى اللقاء.